السلام عليكم، وحشتوني وحياكم. النهارده ان شاء الله هنعمل لحمه باميه باللحمه الضاني، وهي تعتبر عندي عزومه يعني، ف ان شاء الله خطوات معاكم كده اوريك الاول الباميه، باميه باللحمه الضاني. كده انا حطيت اللحمه عن بصله، حتى ثوم، حتى بصل، حتى فلفل، ملح. بعد كده هحط بقى ميه زي ما انا بقول لكم يعني، بسيبها تستوي في الميه شويه اللحمه، وبعد كده بحط بقيه الحاجه. دي بعد ما حطيت الزيت وحطيت نص رغيف بليته وميه وعصرته جامد قوي وحطيته عليه وعجنته كويس قوي، وحطيت الملح وحطيت الفلفل وحطيت زيت، وزيت في الصينيه اهي، هصبعه بقى واحط عليه شويه ميه واسيبه تستوي كده. خلاص الكفته بتطلع حلوه قوي، هوريها لكم بعد ما تطلع. نتنقل بقى لحاجه تانية للفراخ. دي بقى شكلها بعد ما صبعناها، هنحط عليها بقى ربع كوبايه ميه كده واسويها، واتنقل بقى للفراخ. كده الفراخ هنا نقعها في ميه وليمون وملح بعد ما غسلتها. ارجع اغسلها كمان مره قبل ما احطها في الصينيه واوريكوا تاني. دي الفراخ هنا نقعها في ميه وليمون وملح، هغسلهم كويس تاني. انا غسلتهم بس هغسلهم كمان مره. وبعدين دي بقى الصينيه، حطيت الحاجه اهي فيها الخضار فيها، وحطيت عليها بقى توابل من اللي بقول لكم عليها اللي انا عاملاها دي، هبقى اعملها لكم مره في فيديو لوحده. حطيت التوابل، حطيت ملح وحطيت فلفل. ايه تاني؟ خلاص غسلت بقى الفراخ اهي، هنحط الفراخ اهي بقى، هنحط الفراخ وهنجيب التتبيله بتاعتنا عشان هنحطها عليها. هوريكم التتبيله بقى بتاعتها تاني اهي، مش عارفه دي عامله كده ليه. دي طبعا التتبيله اهي، هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن زبادي وفصين ثوم ومعلقه صلصه والتوابل بتاعتنا اللي قلت لكم عليها دي، ومعاها فلفل ومعاها ملح. التوابل دي بيبقى فيها جنزبيل وبيبقى فيها كاري وبيبقى فيها جوز الطيب وبيبقى فيها قرنب، كل انواع التوابل اللي تتخيليها، وبتقلبيها كده مع بعضها. وبنبدا نحشي بيها الفراخ من بره ومن جوه. دي اسمها فراخ هندي، بتبقى حلوه جدا، طعمها بيبقى حلو، حتى الصوص اللي نازل منها كمان بيبقى حلو، بس بيبقى دسم شويه يعني. في ناس بتحب الحاجات الدسمه يعني، ما فيش مشكله. بتحطي على الفرخة من بره الأول، وبعدين بتحشي تحت الجلد، بنحشي تحت الجلد. أنا طبعا عشان بعمل بإيد واحدة فأنا مش ملكة إن أنا أوريكم، أنا هخلص كده. خلاص هي الفراخ قدامكم أهي بعد ما حشيناها من جوه ومن بره ومن تحت الجلد أهي، في أنا حاطة تحت الجلد، أنا موسعة هنا تحت الجلد، وطبعا من تحت من هنا أنا حاطة أهو، حشيها من تحت، حشي الفرخة كلها اهي. هنسوي بقى ونشوف، وابقى اجيبها لكم بعدها. طبعا الطبق اللي انت كنت حاطه فيه خسارة بقى، لان فيه تتبيلة بتحطي فيه شوية مية اللي هي هتستوي بيها، المفروض ان انت بتعمليها من بالليل، بس انا طبعا اللي جالي ده جالي فجأة يعني، فادخلها الفرن وما تطلع ان شاء الله اوريها لكم. خلاص كده الرز بقى هغطيه واسيبه يستوي، وبعدين اتبه بقى للبامية لان البامية لسه ما خلصتش، والكفتة والفراخ في الفرن ما يطلعوا هوريهولكم. دي خلاص بقى البامية اهي لسه حطها، طبعا مفرزة مش بامية خضرة، مفيش بامية خضرة لسه ما نزلتش. وعليها بقى حطيت كام فص توم كده، هسيبها بقى تاخد وتدي كده مع بعضها شويه، غلوتين بس كده وخلاص.